بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وأفضل حال. أخباركم إيه يا أحبابي؟ مع القرآن، مع سورة البقرة، مع الأذكار، قيام الليل، استغفار، الصلاة على النبي، نسأل الله تعالى أن يثبتنا. اللهم ثبت قلبي على دينك. معانا النهاردة بإذن الله تعالى 10 قصص، بس لو لقيت الوقت هيطول، يعني بقول إن 10 كتير، فإيه رأيكم ناخد 5 في الفيديو ده و5 في فيديو تاني بإذن الله تعالى. على حسب الوقت بإذن الله تعالى هنقول القصص. القصة الأولى عبد الرازق، ده دار حاجة زي كده، يعني معلق على آخر فيديو بيقول: كنت أرى خلال نومي كلبا أسودا أو أسود ضخما، وكان يفزعني، فكنت أنهض من النوم صارخا متعرقا. بعد قراءة سورة البقرة يوميا وبعد شهر بالضبط من القراءة، رأيت نفس الكلب الأسود نحيفا خائفا وقزما بعدما كان يظهر لي عملاقا، وكانت نظراته تترجل مساعدة مني، ثم بعد ذلك بدأ بالاختفاء. هذه تجربتي الشخصية أشاركها معكم. طبعا اولا زي ما قلت كتير في الفيديوهات اللي قبل كده ان انا ليس لدي علم بالتفسير، ولكن لعله تكون رسالة كان في عدو شيطان ذنوب اي شيء، المهم ان هو يعني والله تعالى اعلى واعلم كان سوء، وبدأ يصغر يصغر وبعد كده اختفى تماما. اسأل الله تعالى لك الثبات وان يرزقك بركتها، وان شاء الله هتلاقي البركة في حاجات كتير، مش في ان انت تنام كويس بس، لا هتلاقيها بركة في حاجات كتير، في الرزق والبيت وهدوء وشغل ورزق في ماله، كل شيء بإذن الله. ودي احبابي كانت القصة الاولى معانا. القصة التانية الاخت بتحكي وبتقول: فعلا والله ثم والله ثم والله سورة البقرة شيء عجيب، سحر سحر. ده حكاية الأخت عشان الناس اللي بتعلق وبتقول ما ينفعش نقول سحر، هما قصدهم يعني كناية يعني عن فضلها وكده. وربي أول أمنية تحققت لي بفضل سورة البقرة إني أنجبت طفل، والأمنية التانية إني أنقل بيت جديد ولله الحمد. تيسر لنا هالأمر، ولله الحمد تيسر لنا هالأمر. والشيء الثالث داومت عليها بنية إن الله أو أن الله يفرج علي ويرزقني وظيفة، وقريبا راح أتوظف، والله بفضلها حصلت لي كل هالأشياء، مستحيل أتركها، صارت إدمان إني أقرأها يوميا. الحمد لله. اللي عايزها يعني يصبر ويكون عنده إصرار ويقين تام، وكل أمنياتكم محققة بإذن الله تعالى، تبارك الله. يعني هي داومت يا أحبابي على سورة البقرة وبفضل الله ما شاء الله اللهم بارك، أنجبت طفلة ونقلت بيت جديد، والوظيفة بتقول إن هي إن شاء الله هتستلمها قريب أو هتكون فيها قريب اللهم بارك. بس هي بتقول إن من شروطها يعني عشان تتحقق لك الأمنيات الصبر والإصرار واليقين، وزي ما قلت لكم يا أحبابي قبل كده اليقين وحسن الظن في الله. ودي يا احبابي كانت القصة التانية معانا. القصة التالتة الاخت بتقول: دعيت وانا ابكي عشان مستقبلي، وقلت ما راح انام الا لما اقرأ سورة البقرة واصلي، وفعلا قريتها وصليت. والله بعد ما صليت اني دخلت اتفرج في الانستجرام، مر علي مقطع للشيخ وسيم يوسف، لوسيم يوسف يقول: ربما الله يلقي ما تريدي في آخر لحظة، لذلك لا تيأسي أبدا. يعني بتقول يا أحبابي الحتة دي سمعتها في المقطع على الانستجرام، فبتقول والمقطع ليه تكملة، يعني هو ليه تكملة، بس الكلمة دي حسيتها رسالة جدا من ربي. ويا أحبابي أوقات كتير فعلا بنكون بنتفرج على فيديو، بنقرأ بوست، رسالة، أي شيء، وبنيجي عند جملة معينة وبتأثر فينا جدا. فهي الأخت نفس الشيء بتقول: جيت عند الجملة دي ويعني حسيتها قوي، ربما الله يلقي ما تريدي، أو يلقي، ربما الله يلقي ما تريدي في آخر لحظة، لذلك لا تيأسي أبدا. والمقطع له تكملة، بس الكلمة دي حسيتها رسالة من رب كتير. بتقول: فرحت ودعيت قبل ما نام، قلت يا رب أصحى على خبر قبولي في البكالوريوس، ونمت
ولغايه الظهر كده، والا ام واخواتي جايين يصحوني ان اترقيت لتخصص كتير حلو، وربي ان دموعي تنزل لا اراديا وابكي بكاء حب وشكر لله، ونسيت كل لحظه تعبت وحزنت فيها من اجل هذا الموضوع. الله عظيم وقريب منا بشكل ما نتخيله. يا ريت تنزلين قصتي يستفيدون منها متابعينك، اللهم بارك يا احبابي. ودي برضو بتنطبق على ايه؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يعني الإنسان بيكون خلاص زي ما بقول متعلق في أشياء، خلاص كل الأمور ضاقت بيه، فهو ده الطريق اللي قدامه، فبيروح لربه ذليل بقلب خاشع يبكي، فبيدعي الدعوة بتطلع من قلبه، فعلا بيكون عنده يقين وحسن ظن بالله إن ربنا هيستجيب له، وما شاء الله ربنا استجاب لها. أسأل الله تعالى لك الثبات وأن يرزقك بركتها. ونصيحة لك يا أختي، لا تتركي بعد تحقيق الأمنية لأن تركها حسرة. ودي يا أحبابي كانت القصة الثالثة معانا. القصة الرابعة، الأخت بتقول: صار لي أكثر من سنة مستمرة على سورة البقرة بشكل يومي، وعلى قد الظروف اللي مرت علي كنت مرتاحة ومحسنة الظن بالله، وأحس بشعور لا يوصف، انشراح في الصدر، بركة في كل شيء، وكنت وما زلت دائما أدعي في سجودي وأقول: اللهم إني أستعين بك أن أقرأ سورة البقرة كل يوم، فأعني على قراءتها وارزقني حفظها وبركتها. الاستعانة بالله كمان تيسر لنا قراءتها بإذن الله تعالى ما شاء الله عليه. بصوا يا أحبابي، يعني هي بتقول الحمد لله حست بشعور كويس وانشراح وبركة في كل شيء، بس في نقطة احنا بندعي الله وبنستعين بالله، طبعا دي نقطة مهمة جدا، ومن غير الاستعانة بالله مش هنقدر نعمل اي شيء، لان ده مش شطارة مننا، ده كلها بتوفيق من الله. فاحنا بنسأل الله تعالى الاستعانة والثبات، وان هو يوفقنا في هذا العمل وانه يتقبله مننا. فاحنا بندعي الله بهذا الشيء، بس مش في سورة البقرة بس يا احبابي، في كل امور حياتنا. يعني المرأة حتى وهي بتطبخ وهي بتنظف في البيت تستعين بالله وتسأل الله تعالى ان يتقبل منها هذا الشيء، وتجدد النية لله، ان ده عمل بتعمله لله عز وجل. للأسف في نساء كتير جدا بتكون شغالة في بيتها كده وخلاص، لا، انت جددي النية من وقت للتاني ان انت تعملي لله، هتلاقي نفسك بتاخدي ثواب كبير جدا بإذن الله، وفي نفس الوقت مش هتتعب. النساء اللي بتتعب كتير جدا، استعيني بالله وان شاء الله هتلاقي الراحة، وهتحس ان انت مبسوطة وانت بتعملي الشيء ده لانك بتعمليه لله. ويا احبابي فضلا بلاش نمسك في سورة البقرة ونسيب بقية القرآن. يعني الورد اليومي يا احبابي سواء من مراجعة او حفظ، وان شاء الله قريبا هعمل لكم فيديو ازاي تحفظوا القرآن ويكون الامر سهل عليكم باذن الله. ودي يا احبابي كانت القصة الرابعة معانا. القصة الخامسة، الأخ والأخت بتقول: سورة البقرة عجيبة عجيبة، أمي تعبت وشافت الموت من ألم في بطنها وتتألم بشكل مو طبيعي، قرأت عليها سورة البقرة وكررت الفاتحة 11 مرة، قالت الألم كله راح وحسيت جسمي ارتاح ونامت، وقالت أول مرة أنام وأنا مرتاحة بدون أي ألم. الأول ما كانتش بتقدر تقوم من مكانها، واليوم قامت وتحركت ومبسوطة، من قدر اني مبسوطة سجدت سجود شكر لله، مبسوطة لان امي عانت من الالم كتير واليوم قادرة تمشي، والله حاسة بشيء ولا حاسة بشيء، الحمد لله يا رب. ويا احبابي في نقطة مهمة برضو، في ناس بتكون تعبانة، فمش كل تعب سورة البقرة هتزيله، يعني ممكن حد يكون جاله نظرة عين او الكلام ده كله، فسورة البقرة والاذكار يعني والادعية اللي بتحصلنا والذكر وده كله بيكون سبب ان هي تتعافى باذن الله. بس مثلا حد عنده السكر يقول وانا هقرأ سورة البقرة وربنا هيشفيني من السكر، ما احنا ناخد بالاسباب. في ناس بتاخد العلاج وما بيعملش معها حاجة، فاحنا ناخد بالاسباب، بتذهب للطبيب وتاخد العلاج بتاعك وبتدعي الله انه يشفيك، الله الشافي فعلا، بس احنا بناخد بالاسباب. يعني تحصن نفسك وان شاء الله يكون عندك يقين وحسن ظن بالله ان ربنا هيشفيكي مع العلاج اللي انت بتاخديه ده، وهكذا. فاحنا بناخد بالاسباب، ما ينفعش واحد يكون عنده القلب يقول لا انا مش رايح للدكتور، انا هدعي لربنا وهقرا سوره البقره. ده يكون موجود يا احبابي بس مع العلاج، عشان
في ناس تقول لا العلاج ده مش هيعمل لي حاجة. فمن ضمن النقاط اللي الناس بتقع فيها ان هو يقول العلاج ده مش هيعمل لي حاجة. لازم تكون وانت بتاخد العلاج يكون عندك يقين وحسن ظن بالله ان العلاج ده السبب انه هيشفيك باذن الله تعالى. لكن لو اخدته وانت مش مقتنع وبتاخده كده وخلاص، اكيد اكيد مش هيعمل نتيجة، لان اليقين والاصرار على الشيء ان شاء الله بيكون سبب من الاسباب. ومش هطول عليكم كده يا احبابي، كفايه النهارده 5 قصص باذن الله، والخمس قصص التانيين ان شاء الله انتظروني في الفيديو القادم. فضلا ما تنسوش اللايك وتفعيل الجرس وكومنت مشجع. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.